لكم. حبيبتي من الشرف، انا بحب المغرب ومبارح بالقاهرة. بلش معاكم الفلوج هيك مباشرة بمحطة المترو يا جماعة. هلا نحن وصلنا وطالعين بين تقسيم صح؟ فهلا طالعين حتجينا بنوتة حلوة. نحن جايز من زمان وانا بدي اشوفها صراحة، وما اكذب عليكم ما كنت متوقعة انه اشوفها بهالوقت، بس الله راد. هذا الصيف مميز فيه كتير قصص وحكاية. الله راد. هي أمل اشترت لنا الميات. والله شوب يا جماعة، عن جد حار حار. احنا حددنا المكان انه نلتقي جنب هذا التمثال هون بتقسيم. هي سارة كمان عم تصور. هاي لك مش عارفين ابلش. والله خير. اي والله انا طويلة. كيف او ماي جاد، والله انبسطت لما شفتكم. كثير مبسوطه يا جماعه انه شفت ساره، والله جد يعني والله مبسوطه. يعني ما كنت متوقعه، اول شيء ما كنت متوقعه هيك. ساره خايفه علينا، كنت بتصير ما كنت متوقعه. كنت متوقعك مثلا قد امل وهيك، بس كيوت حبيتك. انا حاسه شعور غريب، اطول وحده في الجروب يعني. انا اطول وحده يعني. مش ما شاء الله الحمد لله. انا وسط، انا وسط طول الطول عز يا جماعه. شكرا على القصه، شكرا على القصه. قصتنا ساره وين ماخذانا؟ بعرفش عم بتقلي. الله يستر، الله يستر ضيعنا. حنروح على الاوتيل هلا عند ساره. يا جماعه التقينا هذا الزلمه، هو تركي وبيحكي عربي تمام، لانه درس بالاردن. والله تشرفنا بمعرفتك. تشرفت. كثير هيك استغربت انه تركي بيحكي عربي بهالطريقه. سام اكيوريت بالاردن صيدلي. بحكي عربي، او اول ما بشوفوني انت تركي، انت تركي. انا مولود مكه ودارس تركيا. قلت له وقال لي وكذا، ها فبطلت بقول له انت اردني. والله من اردن. انت من الصوت. والله من اردن. والله تشرفنا بمعرفتك. مين من اردن؟ جينا الاوتيل. سعدية شيل الإيدومي. يا جماعة إيدومي حنعمل هلا هذا التحدي تبع هذا الإندومي هلا مع سارة. أنا أول وحدة هاخد. والله شكلي وأنا ما حكمل، بس إنه حنفوت نقعد هون بنات. هون أحلى. إيه نقعد هون. إحنا أربعة نقعد هون هيك نجيب أربعة نصيف واحد. إيه تعالي لك. يلا تعالي هيك تمتي. هذا الكرسي هذا شكله. الله حبلش التحدي، انا كثير متحمسه. ساره حينزل عنده التحدي بقناه ساره تي في، ف ان شاء الله يكون تمام. اصلا هلا التحدي مش مصدقه حالي انه انا عملت هالشيء اللي عملناه. لا ما بدي انا احرق عليكم التحدي، حتشوفوه بقناه ساره تي في. بس عن جد شو رايكم فيني؟ شفايفي ساره ضلت ورا. شوفي والله كانه صح. والله صح انتفى. معلش ساره اعطتني هاي الهديه يا جماعه، شايفين سبايسي نودلز. بس بدي احكي شغله، انه كثير تشرفت شوفت خالتي عن جد. يعني يوم ساره يعني كثير تشرفت فيكي، يعني هيك بتفوت على القلب دغري يعني. والله حبيبتي الله يسعدك. انا انبسطت فيكم كثير والله، ونحن انبسطنا فيكم حبيبتي. وبرضه انت الدعوه موجهه لك ولأمولك. اكيد بنتشرفكم ان شاء الله، وانتم كمان بدكم تشرفونا بالمغرب. ان شاء الله بنتشرف حبيبتي. بالمغرب لازم تزورونا حبيبتي. بنتشرف. انا بحب المغرب، ومبارح بالقاهره كان اعجبنا وتعرفنا عليه من المغرب. رائعين يعني، رائعين حبيبتي. انا والله انتم رائعين. تيجوا على السويد كمان. خلص علمني. خلص ان شاء الله السويد، المغرب، عمان. عمان حنزور كل عام ان شاء الله. جننت. انا بحب البر، بحب الشتاء، ما بحب الصيف. والله عتنبسطي معنا ولا كان هلا عم نشوف تاج تقسيم. شو هذا تاج تقسيم؟ شارع تقسيم يا شيماء. في شمس يا جماعة، يعني عن جد شمس. عن جد الستايل تبع أمل اليوم عجبني، شوفوا. أنا هذا هو الستايل اللي بحبه كثير. أنا هذا هو الستايل اللي بحب. على فكرة حأصير أنا أعتمد مثل ستايل أمل بالحجاب، يعني على شكل حجابي يعني. تناقش إذا بقدر أرش تنجان يمان أو لا. تناقشات حادة يعني. جينا على كوفي شوب هلا بدنا نشرب شي شغله. ساره
كيفك؟ انا حدوب مع الحر. وحر يعني، في درجه الحراره مش كتير قويه يعني 33، بس الرطوبه هي اللي كتير. 42 شو؟ لا درجه الحراره 33. ما في نعم نتناقش على الحراره. لا مش هي 33 يا جماعه، بس الرطوبه اكثر. حنشوف شو حنختار. لا اشوف في كل شيء يعني صراحه، في كوكتيلز، في ساره مش مبين من الشمس، في ليموناتا وكافيلار، في كثير صراحه، في حتى القهوه التركيه. هلا بنختار. خلصنا من الكافيه، اجينا على المطعم. من مكان لمكان. هاي خالتو، اهلين. والله مبسوطين بالقعده. انت عارفه بدك تجربي نفس الشغله باربيكيو. والله وشكلي وانا ساره السفين هو اسمه سفين مش سفين شو شغله. دقيقه اورجيكم مكتوب عليه سوبر سوبر يعني اسمه شيفين. مش هذا دقيقه، هذا ها شيفين. شيفين تبص. انا صراحه اكثر واحد بيعجبني باربيكيو. اكلت مره معاكي هذا. يس هذا هو اكثر واحد بيعجبني انا. امل كمان حتطلب نفس الشيء؟ يس. خلصتوا اخترتوا شو بدكم اياه؟ تمام خالصين. اخترنا انا اخترت ان شاء الله. شو هذا؟ شو راح الحكي عندك؟ هذا عملت ايرور. صفين. تمام. ساره كمان اخترتي؟ ان شاء الله بس هيك تنبسطوا على هذا المطعم. ان شاء الله يعجبكم. انا عجبني، انا عنكم حببتوني اياه. ايه انا هذا بحبه كثير هذا المطعم. حتى صحن مختلف عن جد. صار انت بكل شيء مختلف، بكل شيء مختلف. ايه انا طلبت باربيكيو نو بروبلم. لا باربيكيو تبعهم هذا كثير طيب يا جماعه. الصحة وهنا كلياتكم. كمان امل باربيكيو. باربيكيو. ايه صح كمان. عن جد خالي عجبك؟ والله انبسطت. هلا ساره بدك تعطينا كمان رايك. ساره يا رايك على السريع. تعطينا رايك على السريع. هلا كلهم من تدريب ردت فعلي. ردت فعلك يعني جد لو مش زاكي. ما خالتي قالت لي حبها قالت لي حبتها يعني الحمد لله. بما انه هي حبته. ايوه ما يعني داخلي درجه 100%. انبسطت. هلا ساره والله عن جد ساره عن جد الحمد لله بالاكل المشوي. وطلع زاكي الحمد لله الحمد لله. يعني عن جد انبسطت انا انه حب المطعم. هلا بناكل وبنرجع لكم. ما كرسي بكنس. يا جماعه هي بكار مسنس. مكار مسنس. لا مش مكار، عقلك بالمكرونه اللي اكلت. والله شكلي بكار مسنس. بكار مسنس. ايه ساره بدي اخلص على الاختيار كريمه. كلنا وخلصنا وكل شيء. هلا شو شبعتي؟ والله شبعت. تفضل هلا عشو بدي؟ نعم أنا وياك هيك. شو هاد؟ تليفونة. قولي المرة عم تسمعك حبيبتي. هذا عم تعمل مركزة معي هي كانت. والله مركزة معك. والله الجو حلو. والله حلو كثير حلو صراحة. عجبني أنا صراحة. شوفوا هدول الالوان كثير بحب الالوان انا. هذا هيك الازرق وكله حلوين. الوان هيك صيفيه. هلا كثير كان حلو صح الوقت اللي اجينا فيه كثير شوب. يلا المهم. او ماي جاد حنشتقلك هلا. شو هاد؟ والله حنشتقلك. السنه الجايه لا بدك ترجعين قريب ان شاء الله. وعدتيني. ها خلص حنسقوا مع بعض مشان نلتقي مره ثانيه كلياتنا. والله انبسطنا فيكي حبيبتي يعني بالطلعه، وتعرفنا على والدتك يعني الخالة كثير 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 حبابه وطيبه، وساره اكيد طيبه. فكثير انبسطت والله حبيبتي. والله كثير انبسطت فيكم. حتشوفوا الفيديوهات عندي وعند ساره.
المهم البسوا انتم البسوا والله من الوصف والله مزبطينكم على فكره ايه مزبطينهم صح بالضبط كل شيء صندوق الوسط بالدور ورا بعض شوف القنوات واشتركوا بقنواتك بالضبط حبايب قلبي يلا ديروا بالكم على حالكم ساره ديري بالك على حالك نكمل معاكم نحن بس ساره هلا عشان مع السلامه باي باي وخلص خلصنا هلا نحن راجعين على المترو نحن حنركض هلا عشان نروح للبيت ورجعنا على البيت حبايبي وكان هذا نهايه الفلوج انبسطنا كثير مع ساره وكتير كتير كتير كان اللقاء بجنان اتمنى انه يكون نال اعجابكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم خليت لكم الراحة بسلامة